وضمن الجهود المتواصلة بعزم الاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا على الأصعدة كافة، تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن المعلومات المغلوطة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. تستمر وزارة الداخلية في مواصلة جهودها الرامية بالعمل كلا حسب اختصاصه في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره عبر السلوك المجتمعي الواعي بالالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للوصول إلى الأهداف المنشودة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والابتعاد عن نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة. المجتمع البحريني عرف عنا منذ بداية الجائحة بأنه هو مجتمع واعي ومجتمع ملتزم، ولكن مع ذلك نشوف بأن هناك فئة تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللي تصدر من الجهات المختصة. هذا التهاون أدى في الآونة الأخيرة للأسف إلى ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس. مؤخرا طبعا مثل ما نعرف اصدرت العديد من الاشتراطات الصحية اللي قصرت ارتياد بعض الأماكن أو الحصول على بعض الخدمات، قصرتها فقط على فئة المتطعمين أو المتعافين من الفيروس. ولله الحمد من خلال رصدنا في مديرية شرطة محافظة العاصمة للمحلات التجارية والأنشطة الصناعية في عموم المحافظة، لاحظنا بأن هناك تفاعل إيجابي من قبل أصحاب المحلات. هناك محلات بدأت في الإعلان عن قصر تقديم خدماتها لفقط فئة المتطعمين والمتعافين من الفيروس. في المقابل هناك أيضا تهاون من بعض أصحاب المحلات التجارية أو الصناعية الأخرى. طبعا المحلات التجارية والصناعية الأخرى المتهاونة هذه احنا على طول نتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المحلات. رسالة أوجهها إلى جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بأنهم ما ينساقون وراء الشائعات بشأن عدم فعالية بعض اللقاحات أو بشأن تعداد الإصابات في المملكة. هناك حسابات تواصل اجتماعي رسمية تابعة للحكومة الرشيدة، نحاول قدر الأمكان بأن احنا ناخذ المعلومات الرسمية من هذه الحسابات. أيضا رسالة أوجهها إلى أصحاب المحلات التجارية والأنشطة الصناعية بأنهم يحكمون الرقابة ويلتزمون بالاشتراطات الصحية الصادرة مؤخرا. تقوم مديرية شرطة محافظة المحرق وبالتعاون مع الجهات المعنية بالحملات التفتيشية والتثقيفية على المحلات التجارية بشكل مستمر، نهدف من خلاله التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، حرصا منا على سلامة المواطنين والمقيمين بكافة فئاتهم العمرية. تستمر مديرية شرطة محافظة المحرق بإجراءاتها الوقائية وحملاتها التوعوية من خلال رمز الاستجابة السريع QR، يمكن من خلال الرابط معرفة كافة التعليمات الصادرة من قبل الفريق الوطني التصدي لفيروس كورونا. نحث المواطنين والمقيمين اتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الفريق الطبي الوطني. حفظ الله مملكة البحرين من كل مكروه سوء. تكمن مكافحة جائحة كورونا في مسؤولية الفرد بالدرجة الأولى من خلال تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تعد حجر الزاوية في المنظومة الوقائية، وأن وقاية الفرد لنفسه هي وقاية للمجتمع بكافة فئاته.